18 معملا لصناعة الأدوية تحت خط التأهيل والتطوير في إنتاجها للأدوية الطبية، وأخرى منها يكون علاجا لمرضى كورونا وبعقود وزارة الصحة العراقية، مكونة 40 مصنعا اختفى الكثير منها. كمصنع المنصور أحكي عناني، يعني عندنا نشتغل مستحضر ديكسون، لسه ينكتب بالوصفات الأطباء، يعني يكتبون ديكسون على شوية يوسع القصبات الهوائية، وده يستخدموا قسم بيهم، قسم يكتبوا شراب، قسم يكتبوا حبوب حسب الطبيب. زوايا عندنا عقود، مثلا عندنا عقود وزارة الصحة، عندنا عقود مستثمرين، ونجهز المحافظات، عندنا سابقا عقود مع رمادي، وعقودنا مع الحلة، مكتب علمي، وعندنا انتاج شرابات اطفال بهاي الاشهر القليله القادمه والاشهر السابقه بكميات 150,000 130,000 قنينه لكل مستحضر كل عقد. شراب الاطفال وعلاج مسمى بديكسون للفيروس اهم انتاج مصانع الادويه في العراق، بطاقه انتاجيه كبيره متطوره تصل الى 150 قنينه، فضلا عن دخول خطوط الانتاج للمستحضرات الطبيه تجهز غالبيتها الى محافظتي الانبار وبابل. احنا في ظل الظروف الراهنه وفي ازمه اللي قاعد تشتغل العالم بسبب كوفيد 19، على حذر خبراء الاوضاع اللي عندنا نقول الامكانيات البسيطه المحدوده، عندنا منتج يعني يستخدم حاليا في علاج الكورونا اللي هو الديكسون، وموجود يعني في كميات محدودة يعني احنا على قدر امكانه. طبعا عندنا مختبرات سيطرة نوعية، كافة البحوث نسوي بحوث جديدة حتى نطور مستحضرات جديدة نسجلها بالصحة ويتم انتاجها. طبعا همينا عندنا تأهيل مثل ما شفت حضرتك، حاول نفتح خط ثاني لانه اكو طلب للسوق يعني، وبالاضافة احنا رغم انه جائحة وهذه فلازم يعني نستمر بالدوام. معامل إنتاج الأدوية في العراق هي الأخرى ساهمت في توفير الأدوية لمرضى ومصابي فيروس كورونا بنسبة 50%، لكن قلة الدعم الحكومي والاعتماد على الاستيراد من الخارج أوقف الكثير منها. من الأنبار محمد القيسي، زاكروس تيفي.